يعني منذ قليل كنا نسمع غارات الطيران الحربي السوري التي كانت تشن غاراتها على ما تبقى من معاقل تنظيم جبهة النصرة بين وادي حميد والأودية المجاورة. التنظيم هذا بات في رقعة ضيقة جدا، تم تضييق الخناق عليه بعد أن استولى حزب الله أو مقاتلي حزب الله على مساحة كبيرة من جرود عرسال التي كانت يسيطر عليها مسلحو تنظيم النصرة. وادي حميد الآن ومنطقة الملاهي باتوا تحت نيران مقاتلي حزب الله والطيران الحربي السوري على حد سواء، بعد يعني تحذيرات أطلقت لهؤلاء المسلحين بالاستسلام وتسليم أسلحتهم وعتادهم، لأن المعركة بالنسبة لهم ستكون خاسرة. على جانب آخر هناك مساعي أيضا يعني اتصالات لإخراج ربما أمير تنظيم النصرة المدعو أبو مالك التلي من هذه المنطقة، أو أن يتم تسليمه أو استسلامه الجهات اللبنانية أو السورية. هناك يعني مفاوضات تجري، لا نعرف بعد مصير هذه المفاوضات نجاحها أو فشلها. بكل الأحوال الجيش اللبناني اتخذ إجراءات ووصلت سيارات حسب ما علمنا تابعة للصليب الأحمر اللبناني لحماية المدنيين في مخيمات اللاجئين السوريين الموجودة في منطقة وادي حميد في حال وقعت المعركة الأخيرة هناك لإنهاء وجود مسلحي تنظيم جبهة النصرة. هذا ميدانيا. تبقى الأنظار بعد هذه المعركة شاخصة إلى جرود رأس بعلبك، وهي المنطقة المتاخمة للمنطقة حيث نقف نحن هنا. هذه المنطقة حيث هناك تواجد كثيف لتنظيم داعش على مساحة طبعا تعتبر أضعاف مضاعفة أو ضعفي المساحة التي كان يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة في جرود عرسال ومنطقة القلمون الغربي. إذا يعني هذه هي الصورة. بعد قليل سيصل وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى منطقة إلى بلدة عرسال حسب ما علمنا لإجراء يعني جولة طبعا بمرافقة قياديين في الجيش اللبناني. نعم سحر أرناؤوط من القاع، شكرا لك.